ومن كربلاء توفي في السجن ودفن دون علم عائلته. هل هذا هو مدفون صحيح؟ ما ندري. سبب وفاته شنو؟ ما ندري. شنو سبب الوفاة؟ ما أدري، الله يعلم. حياك الله يا مازن، اليوم بمحافظة كربلاء، قصة لو سجلت ومثلت بأفلام الهوليوود لكانت حصلت على جوائز الأوسكار. شخص بسجن التاجي توفي منذ أكثر من 3 أشهر، واليوم يلا قدروا يعرفون أنه يعني ابنهم متوفي قبل 3 أشهر، وفوق هذا كله الجثة مدفونة بمقبرة بدون تغسيل، ولحد هذه اللحظة ما قدروا يستلمون الجثة. الآن متواجد بالبيت اللي بيدويه هذا الشخص المرحوم، وراح نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع. أبو علي، أخ اللي توفى هو أبو علي، وأيضا أخوه موجود بقرب الآن، راح نعرف تفاصيل هذا الموضوع من خلاله. حياك الله وإن شاء الله البقية بحياتك. أهلا وسهلا. شنو اللي صار بهذه القضية؟ ليش القضية لهذه الدرجة نحسها غريبة؟ شلون يعني 3 أشهر أنتم ما تدرون؟ ليش يعني صارت زيارات لهم اللي هناك وما قبلوا يعني واجهوكم وياهم؟ وشنو صارت التفاصيل؟ احنا هذا زلمه اخوي ابو علي نزيل بسجن التاجي، ونزوره ونواجهه ونودي له ونروح له لمده هذه الفتره اللي ماضيه لحد قبل 3 أشهر بالتحديد او اقل شويه، نروح للسجن يدقون حاسبه اسمه ما نلقاه، من دقون حاسبه ما موجود يابا، نخلي ونرجع. وين نروح؟ بالكم مثلا رحلوه لغير سجن لو شنو؟ ممكن ينقلونا لغير مكان، لانه هو مسبق كان بالمطار ونقلوه لهنا. ظلينا ندور يمنا يسرى منا اخر مرحله رحنا للطب العدلي، قالوا موجود بالطب العدلي. يعني عرفت انه هو ميت بالطب العدلي. شنو سبب الوفاه وشلون مات؟ ما ادري، ما اعرف. بعدها سوينا اجراءات القانونيه، كملنا نستلم الجثه. زين، المده اللي عرفتوا بيها انه هو ميت، يعني ايش قد يلا عرفتوا انه هو ميت، وورا ايش قد يلا عرفتوا انه هو ميت؟ ميت 23/8، هذا الطب العدلي هيك يعني يقول. اكثر من 3 أشهر؟ اكثر من 3 أشهر او اقل شويه. نعم. ما لقيناه، سوينا اجراءات القانونيه، حصلنا موافقه باستلام الجثه، اجينا للطب العدلي قالوا لنا ما موجوده. ناقلتها أمانة العاصمة بغداد، المنطقة يسمونها مقبرة محمد السكران على طريق دياله، مدفونة هناك. هل هذا هو مدفون صحيح؟ ما ندري. سبب وفاته شنو؟ ما ندري. شنو سبب الوفاة؟ ما أدري، الله يعلم. راجعنا بنقل الجثة إلى محافظة كربلاء، لأنه عند عياله وعمامه وقرايبه وأخوته ويزورونه. راجعنا، كل اللي نروح له يقول مو يمي، كل اللي نروح له حاليا يقول مو يمي لحد اليوم. واحد يقول روح للمرجعيه، واحد يقول روح للقضاء، القضاة يقولون مو يمي اللي تابعين المنطقه. شنو اللي اسويه؟ ليش يريد النقله على مود عياله زوره وقرايبه وعمامه واخوته وبناته؟ عنده 3 بنات وقاعد ببيت ايجار ورجال مظلوم، ليش يصير هيجي؟ ما ادري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أوجه كلامي إلى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإلى وزير العدل، وإلى وزير الداخلية عثمان الغانمي. أريد نعرف سبب الوفاة، وفاة خالي، وهو كان منقول يعني مو فترة طويلة من سجن المطار إلى سجن التاجي. نريد معرفة سبب الوفاة، وهل من العرف والقانون والشرع أن يدفن بهذه الطريقة؟ هذه المناشدة أوجهها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.